هنعمل دلوقتي الرنجه. امبارح بعد ما اكلنا فسيخ وظبطنا الدنيا وكله تمام التمام، فاضل عندي شويه رنجه. زي ما قلت لكم ولا قالت لي حطها في الفريزر السنه الجايه، قلت لها حرام عليك محدش ضمن عمره. خلصي، قالت لي حاضر. بس هي زعلانه، كانت ناويه تاكلهم برضو على جنب. شويت الرنجه، انا كده لما بشوي الرنجه بعمل ايه؟ بتفصص معايا كده، وسهل جدا ان انا انزع منها القشر والجلد. اهو هتشوف مقاديرنا على الشاشه. عندي رنجه ومكرونه وعصير ليمون، طماطم، فلفل حار، فلفل الوان، زهر الكبري، بقدونس، وعندي ما فيهاش لا ملح ولا فلفل. ما فيهاش لا ملح ولا فلفل. كده اهو، فلفل فيها فلفل حراق بس. يبقى كده بخليها. نيجي هنا برضو كده عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه مع بعض. بشويها، لما بخليها بشويها بتديني الفيليه بتاعها حلو كده، وبنزع الشوك بكل سهوله. البطروخ بتاعي دوت بكمل سواه على النار، ونصلي على الحبيب. ده البطروخ اهو، بشويها على سطح البوتاجاز على الفرن زي ما انا عايز عشان اخليها بكل سهوله. اهو شويه ثوم، ليمون ياما، شويه كرات ابيض، شويه زعتر، فلفل حراق، شويه بصل، شويه فلفل تاني مفرومين، وادي شويه بقدونس، وادي شويه فلفل الوان. اوعى تديها ملح. اهو يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اهم حاجة زيت الزيتون، اهم حاجة زيت الزيتون اهو على المكرونة عشان تفك كده. اهو اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حاضر يا فندم. كده بولة كبيرة اهي، حط كله مع بعضه اهو.